الحمد لله كانت مكافأة ممتازة بعائلتي بولادي وبإنتاجي الصناعي اللي أنتجته وأنا سعيد جدا فيه. تعرفنا بالجامعة، كان في اجتماع للجمعية العروة الوثقة، هو كان أنانسر، فلما خلصت واقفين كلنا برا قال شو عجبتكم الجلسة؟ قلت له عجبتنا وأكثر إشي عجبني صوتك. قال لي بس صوتي عجبك؟ قلت له شو هيك بنفسي، شو قوي وشو جريء، شو اللي بده يعجبني فيه؟ واحد مش شايفته طبعا صوته. بهاي الجلسة اجى حكى لنا والدي، قال كان يقول له لجلالة الملك انه دير بالك على زوجتك، هي خير من يبقى معك وخير من يبقى على طول معك ويساعدك ويدعمك. في اثنين بحياتي علموني شيء، هو واحد منهم انه ما جاوب اذا ما فهمت السؤال. فهو إنسان فاضل ومعطاء، يعني هذا سواء كأبوي أو كمديري أو كمؤسس الشركة، الشيء أكتر شيء هيك بلفت نظري فيه قد ايه معطاء هيك من قلبه، بدون ما يحكي بدون ما يعمل بدون ما بيخبر عن هاي الشغلات. لليوم بكتشف أشياء كتير بيعملها وما حدا منا بيعرف فيها. الفكرة إن الوالد هيك بيرمي، بقول لك انا برميكم وانتوا واللي بيغرق بيغرق واللي بيفوش بيفوش، هذا بدي اشتغل معه انا. فهي الطريقه اللي ربنا فيها بالحياه العمليه وبالحياه بالشغل كمان وبالعائليه، يعني عنده الولد بده الناس تربى تكون قوايا وقديره ولحالها، مش يمسك لها ايدها من محل لمحل. يجب ان يتوقع المدراء في الشركه دائما ان العمل ليس سهلا، عملنا صعب، ولكن طريقنا صارت واضحة ونستطيع أن نصل. يجب أن يضع المدير دائما النجاح أمام عينيه، وهذا كانت مبدأنا من يوم ما بدينا، دائما النجاح، لا نستطيع أن نفكر إلا في النجاح. يعني كانت ناهدة خالتي الله يرحمها كانت تقول إشي كتير حلو، كانت تقول سميح is a dreamer، بس هو بحلم وبيطبق الحلم، مش بس بحلم، يعني نقل الحلم اللي كان عنده هو طفل صغير أو في حياته إلى واقع، والواقع هذا اليوم اللي إحنا نتعلم منه. أهم ميزة عند سميح هي العطاء والمحبة، بحب يعطي ودائما حتى الموظفين عنده كليتهم كأنه أبنائه بعاملهم. ما بتبسطني قد ما أشوف إنسان تاني أنا ساعد أسعدته بطريقة مساعدتي إله بدون ما يظهر إني أنا بحب أساعد، أو بس بحب أشوف الناس مبسوطين. كان سميح دايماً ياخدنا نشوف متاحف ومسارح، يقولنا أهم من إنه تغزوا هون لازم تغزوا هون. فهاي عطول بتذكرها وعم بجرب أعمل نفس الشيء مع أولادي. أول مرة أخذنا على أوبرا، كمان كنا صغار وكان عنا ستيشن فولفو، فمقعد الأربعة ورا أنا وسعيد ومازن وهنا، فبيقولنا يلا نشوف أصواتكم، فبلشنا نصرخ كلنا بالسيارة، قام وقف السيارة ونزلنا وقال ترجعوا ماشي على البيت. بهمني كتير إنه يقولوا عني إنه قصة حياتي ملهمة للشباب الجداد، للشباب الصغار، إنه الإنسان يجب أن يستمر في سعيه وراء حلمه حتى يحققه وحتى يسعد في تحقيقه وحتى يبني مجتمعه بطريقة ممتازة. والآن نحن بانتظار الجيل الثالث، بدأ معنا هلأ ثلاثة من الجيل الثالث، وإن شاء الله بيجوا أكثر وأكثر بصيروا يشتغلوا معنا، ودول طبعا مكسب للشركة.